حضرتك ايدك في العمليه الاقتصاد والاستثمارات، والنهارده ان يكون العنوان الاستثمار في افريقيا، وخطوات اتكلم عنها الرئيس واجراءات اعلنها لتشجيع المستثمرين المصريين هناك. لو تكلمني عن المنتدى ودلالته واهميته، وازاي اللي اتكلم عنه الرئيس النهارده هيفرق كتير في استثمارات متبادله بينه وبين القاره الافريقيه. بصي، القاره الافريقيه هي بالنسبه لينا مستقبلنا. يعني لما احاول اصدر حاجه لامريكا، مؤكد ان مستوى الصنعه بتاعتي مش زي العالم كله، قد تكون اقل سنه، قد تكون مسافه بعيده جدا انا ابعت لها البضاعه. لكن افريقيا هي اللي نقدر نجريها، نجري عليها، نجري اليها. خصوصا بعد ما وقعت اتفاقيات اللي هي الكوميسا واللي بعدها، اللي بتخلي كل دول جنوب وشرق القاره تصدر لبعض بضاعتها المنتجه عندها من غير جمارك. اذا اي حاجه تنتج في مصر هتوصل لحاجه 21 دوله في افريقيا من غير جمارك. الجمارك دي رقم كبير مش قليل. اذا هناك الاتفاقيه دي لو احسننا استخدامها هي تشجيع للعالم كله ان يجي الى مصر ينتج منتجات. هضرب مثل واضح اللي حصل قبل كده. عندنا اتفاقيه ثانيه اللي هي كويز، ان احنا بنصدر لامريكا منتجاتنا من غير جمارك، وبدانا بالملابس الجاهزه. تركيا جم فتحوا في مصر مصانع ملابس جاهزه، ومعدوم في تركيا ملابس جاهزه. لكن لو صدر من تركيا الى امريكا بيدفع 40% جمرك. مصنعه في مصر بيصدر من غير جمارك. على طول انطلق الاتراك الى مصر، ده قبل المشاكل اللي حصلت بينا الى مصر. وعملوا مصانع ملابس جاهزه. في اول ما قامت ثوره 25 يناير كان عدد المصريين العمال اللي بيشتغلوا في هذه المصانع 59,000 عامل. وهي من المصانع دي مش بس للاستهلاك المحلي، لكن هي لا لا بيصدروا لا لا منها للخارج. هو مش عايز يستهلك محلي خالص، مش مش عايز يفكر يبيع هنا. هو عملها كلها عشان يوصل امريكا بنقص 40% من تكلفه لو صدر من بلده.